صدرت قيمة الأضرار الـ 312 ألف دولار، ولغاية الآن لم يصرف لنا أي دولار واحد. 14 عاماً مضت على الكارثة التي حلت بعبد العزيز الشرفاء الذي كان يملك أكبر مصنع مفروشات في قطاع غزة ودمرته إسرائيل. توقع أن يتم تعويضه أو أن يعاد بناء مصنعه، لكن الحصار الإسرائيلي وتفاقمه زاد من الأزمة وبقي طيلة السنوات الماضية ينتظر التعويض وتعرض للملاحقة نتيجة الديون. اليوم أنا المصنع اتدمر بعد الحصار بسنتين، سنة 2008 تعرض لدمار كامل كليا. اليوم 40 عامل مصرحين بيشتغلوش، غير كمان الطاقم الإداري. اليوم أنا مريض بالقلب، بالإضافة أني أنا المحاكم اليوم بتطالبني علي ديون 150 ألف دولار. اليوم بتطالبني المحاكم كل شهر بيطلع علي أوامر حبس. اليوم أنا بالإضافة أني مش قادر أطلع أخذ الكيماوي في مستشفى المطلع، لأن أنا في عندي صار منع عمي. في البحر ألقى الأطفال زجاجات في داخل كل واحدة ورقة مكتوب فيها ارفعوا الحصار، علها تجد طريقها في مكان يعترف بحقوقهم. ففي وقفتهم هذه نشدوا العالم بالوقوف إلى جانبهم ورفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 16 عام. رسالتنا إلى المجتمع الغربي والمجتمع الأوروبي، ونطالبهم بفك الحصار الظالم عن قطاع غزة لنعيش حياة كريمة كباقي أطفال العالم. بدنا نعيش، بدنا نرفع الحصار، بدنا نعيش الحرية، بدنا نشوف الدنيا، بدنا نطلع، بدنا نيجي، بدنا نحس في الحرية، بدناش نضلنا محبوسين. رغم كل المؤشرات الخطيرة والآثار الكارثية، إلا أن الحصار وحلقاته تشتد ويحرم السكان من أبسط حقوقهم المعيشية والحياتية. أثر الحصار الإسرائيلي بشكل سلبي وكبير على كافة المناحي الحياتية هنا في قطاع غزة، فقد زادت نسب الفقر والبطالة، وانعدم الأمن الغذائي، وتلوثت المياه الجوفية، ومنذ 16 عام وحتى هذا اليوم لم يتغير الحال. محمد الدعور، الغد، قطاع غزة.